هابي فالنتاين داي يا ايمون. هابي فالنتاين داي يا رشيدة. هتعمل ايه في الفالنتاين؟ هعمل ايه في الفالنتاين؟ انا مش هعمل حاجة في الفالنتاين، انا عايز الفالنتاين هو اللي يعمل فيا، لان انا وحيد. يعني مش هتقابل صاحبتك؟ هي فين صاحبتي دي؟ انا ماليش صحاب. ايه ده؟ انت لسه لوحدك؟ معقولة يعني مفيش جديد؟ مفيش جديد والله يا رشيدة، يعني مفيش حد عايز يبصلي، تقريبا بيقرفوا مني. طيب لا ما تقولش كده وما تزعلش نفسك، بتعيط ليه؟ بعيط ليه؟ عشان انا النهارده كل واحد ماشي مع الكلبة بتاعته وانا مش لاقي كلبة امشي معاها. طب خلاص انا هاجي على مصر بكرة واقضي معاك الفالنتاين. ايه؟ هتيجي على مصر؟ هتيجي امتى؟ بكرة. اه بس يعني كده مش عارفة هلحق احجز اوتيل ولا لا. مش مهم الاوتيل، الله احنا عندنا بيت وعندنا شقة، تعالي اقعدي معايا في البيت، ده احنا هنظبط لك الدنيا هنا. مين؟ مين؟ ايه ده؟ كرسي التسريحة ده ولا حلاوة المولد ولا ايه دي؟ هابي فالنتاين داي، انت ساعدتني كتير وبتبقى قدامي طول الوقت ونفسي اقول لك اني بحبك من زمان، بس مش راضية عشان احنا في وش بعض اغلب الوقت. ام ده اقرب حد ليك؟ اقرب حد ليا؟ وانا كده مش هعرفك يا لهفة؟ عبيطة قوي. تعالى حبيبي حبيبي حبيبي. سيبك يابا بقى من التلفزيون وركز معايا. ايه شويه، عايزك في حوار مهم قوي. عايز فلوس؟ لا كفي نفسك، انا مش عايز فلوس، انا عايزك في حاجه اهم من فلوس. بدات تقلقنا، في ايه؟ عايز ايه؟ انا في واحده صاحبتي مغربيه اسمها رشيده جايه مصر وعايزها تقعد معايا في الاوضه، انا وهي وبس. اتجننت؟ لا لا جننت عبيط، انا ما عنديش الكلام ده. لا 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 معلش يابا، عشان دي مغربيه وما بتحبش اي حاجه في مصر، لا بتحب الاهرامات ولا البرج، ما بتحبش حاجه غير ايمن. عشان ايه ده الكلام؟ عشان سمعه مصر يابا، ما ينفع يرضيك. انا قلت لها اه يابا، يرضيك ارجع اقول لها لا؟ تيجي تروح المغرب تقول الشباب المصري حابه يقولوا اه وحابه يقولوا لا؟ لا عشان سمعه مصر كمان، ده انا رقبتي عشان سمعه مصر. يعني اقول لها تيجي؟ تيجي. نظفت لك جوه بقى اخر تمام يا حلواني. احنا عايزين شغل فنادق فاخر، عايزين نرجع السياحه زي الاول ان شاء الله. ايوه استنى بقى عشان انت بتنظفه هو كله عنكبوت. ايه ده؟ ايه يابا؟ ده محسسني انها نازله في شرم الشيخ. ما تقلقش ما تقلقش يا حلواني، ده انا عامله لها حته اكله هتروح تحلب بيها ببلدها. لو النبي يا ابتهال، مش عايزينهم يسحبوا السفير. بابا انا مش فاهمه ازاي حضرتك موافق ان واحده غريبه تيجي تقعد معانا في البيت وكمان تقعد معايا انا في اوضتي. طب والبرايفسي بتاعتي؟ الدراما المغربيه داخله بقوه، عايزين يبقى لنا رجل هناك. السلام عليكم. اهلا يا حبيبي. اهلا. ازيكم يا جماعه؟ ازيك يا مرتدل؟ ازيك يا اقرب حد ليا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ موه. ايه ده؟ في ايه يا واد؟ مفيش، انا بس كنت عايز اقول لك ميرسي. ميرسي على ايه بقى؟ انا هاجي معاك المطار. انا اللي جاي معاك المطار؟ لا انا اللي هاجي معاك. انت متخلف يا ابني، انت مش قال لي في صاحبتك جايه من المغرب؟ ايوه. طيب ماشي، انا جاي معاك المطار. لا انا اللي هاجي معاك. انت عايز ايه؟ عايز انا اللي هاجي، انا اللي هاجي معاك. انت فاجئتني بس يلا يلا تمام تعال. جوز متخلفين. كل عام وانت يا حبيبي، يلا سوا ندخل في عام جديد. انا مين؟ انت اشرف ولا محمود ولا سعيد؟ من الزفت اللي انت بتقول عليهم دول كلهم يا بابا. ما انا قاعده مستنياك انت، يعني هيكونوا مين دول؟ بهزر معاك. لا بجد؟ ايوه بستظرف. طب دي واحده وراجعلك. رايح فين؟ هجيب لك مفاجاه، غمضي عينيكي. ماشي اهو. يلا بقى بسرعة. اوعي تفتحي عينيكي، اوعي تفتحي عينيكي.
فتحي عينيكي. يخلصي يخلصي. الله يا حبيبي انت طيب قوي. ربنا يخليك ليا. هابي فالنتاين دايز يا ساندي. يا حبيبي وانت من اهله بالصحة والسلامة. جميل قوي. اللي قولي يا حبيبي صحيح، هما ليه في العيد الكبير بيذبحوا العجل وليه في العيد الصغير بناكل الكحكة الحلوة وفي شم النسيم بناكل الرنجة، اشمعنا بقى في الفالنتاين بنجيب دبدوبي؟ اصل هي ليها حكاية طويلة. صلي بينا على النبي. اتفضلي. ميرسي. الله 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 الله. هاي اهلا يا حبيبتي. اهلا. دي المفروض خالتي. اه التهال. اهلا يا سمتي. ده الواد اخويا. ايه في ايه ماله؟ ده المفروض ابويا الحلواني. الله حلواني يعني بيعمل قطايف وكنافه وكده. الله الله الله. ايه القلش ده؟ انا بحب اللهجه المصريه وبحب القلش بالزاف بالزاف بالزاف. بالذات بالزاف. بالته. بالفه. بالته. بالفه يعني كتير. ما تقوليش كده. ايه هتفهمي مغربي؟ طب هتقعدي معايا في الاوضه. خلاص بقى خلاص احنا هنقف نسلم كتير. يلا الاكل هيبرد. طب انا اروح اغير ياما وبعد كده اجي اكل براحتي. مش روح يا اخويا. انا بحب الاكل المصري بالزاف بالته. بلاش يا بنتي الاكل هتقعي مننا على الارض. مننا ولا من هناك؟ انا عارفاكم انا عارفاكم يا بتوع المغرب بتموتوا في الاكل المشطشط. انا بقى عامله لك اكل بالهوتسوس. الهوتسوس اللي هم غلبوا احمس. تريد مين؟ حماده سلطان بس على قمر. بقول لك ايه؟ نعم. ما تغني لي كده اي اغنيه. يا يعني لازم تزنقي لي الزنقه دي. حاضر. انا عندي بغبغان حلواني بنص لسان. انا عندي بغبغان حلواني بنص لسان. بس تصدقي بقى ان انا المكان ده خانقني. ليه كده؟ مش حاسس بالحب. انا جاي اعيش قصه حب معاكي. انا كان نفسي في مكان واسع، جنينه واسعه، مكان واسع عشان اجري انا وانت ونقع على وشنا ونضحك. زي الاستاذ عبد الحليم حافظ ومدام شاديه، وزي الاستاذ عمر الشريف والست مريم فخر الدين. وانا كمان. وحتى رحت النهارده عملت شعري سيشوار ب 12 جنيه ونص، قلت عشان لما اجري يطير ورايا كده ما يبقاش مكتكت. واللي يطير اللي يطير. تعملي شعرك ب 12 جنيه ونص؟ لا بقول لك ايه، انا ما احبش الست اللي تصرف على الفاضيه والمليانه. اه انت شكلك بقى كده من الرجاله المقرطيه اللي بيقرطوا على الستات وما بيدهمش فلوس. لا يعني مش كده. انت حبيبتي واللي تطلبيه انا اديهولي. ده انت لو طلبتي نن العين. لا لو طلبت كوبايه شاي حليب ميزه ب 2 جنيه اديها لك واجيبها لك. انت حبيبي قوي يا عمري. يا سلام. شوفي سبحان الله الخالق الناطق كأنه مكتوب لك. الدبدوب شبهك بالظبط. شفت؟ انا احس ان هو حته مني. حتى شوف نفس المناخير اهي. ما هو ما هيكبر ويبقى قد كده مناخيره هتكبر ان شاء الله. يا رب يدينا العمر ونشوف عريس. مين؟ ايه ده؟ انا فاطمه. ازيك؟ انت عامل ايه؟ ايه اللي جابك هنا اهوت وسبتي حمامات سينما بتعملي ايه؟ اصل انا جبت لك حاجه كده كبيره قد كده اهو. جبت لي ايه؟ بكر مناديل. بكر مناديل ايه؟ هديه. مساحات. مساحات ايه؟ ما توسع مخك شويه. انا هفهمك. عارف وانت واقف على باب السيما اقرب مكان لك ايه؟ الحمام. طب اقرب حد ليك واقف على باب الحمام مين؟ الناس اللي بتعمل حمام. غلط. انا اللي واقفه لك على باب الحمام. ما انت واقفه من زمان. ايه اللي جد يعني؟ اصلا انا جايه اقول لك هابي فالنتايز دي يا حبي. فالنتايز؟ ايوه. فالنتايز ايه؟ انت عايزه ايه؟ انت شفت الهديه اللي انا جبتها لك يا روح الروح؟ هو انت؟ يبقى شفتها وعجبتك. ولا شفتها ولا عجبتني ورميتها اصلا. ليه كده؟ خلاص مش مهمه مش مشكله. هبقى اجيب لك واحده اكبر منها واحلى منها. ولا اكبر ولا احلى. فاطمه يلا ارجعي على الحمامات زمان الناس واقفه مزنوقه. يلا. قاسي وحمش وده اللي محببني فيك. بيت ريحتك. يلا غور على الحمامات. اشوفك امسي يا روح الروح. ماشي ماشي يا لهفة. ماشي بقى البت المعفنة بتاعت الحمام تفتكرني وانتي لأ. ماشي.
ماشي يا لهفة ماشي، ده أنا غلطان، ده أنا غلطان. وأنت، أنت خدعتني، كنت بحبك بس خدعتني. طز فيك يا لهفة، طز فيك يا لهفة. أنا مش هزعل نفسي، أنا هتبسط، بسط واسمع مزيكا واتبسط. خدي دي كمان بقى. قول. ممكن تقولي لي انهي اللي اطول، الليل ولا النهار؟ لا قول انت. انا ما اعرفش اصلا، عمري ما شفتهم واقفين جنب بعض. لا بصراحه دي حلوه، بس انا اسفه جدا، يعني النهارده فالنتان والمفروض تنزل مع صاحبتك. صاحبتي يا حبيبي ما تاخديش في بالك، احنا كبرنا على الحاجات دي قوي. لي ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ مين اللي كبر؟ ده انت زي القمر وفي عز شبابك، اه وغزال وتتحمق، ده مليون واحدة تتمناك. انت قد الكلام ده؟ طبعا. انا هروح اتحمق عشان مليون واحدة تتمناني. بس يعني ما تزعلش مني، انا عايزاك تغير الستايل شوية، يعني تلبس الوان فريحي كالرفول. ده النهاردة عيد الحب، انزل وتشوف، ده البنات هتبقى عليك كده. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا مرتدل. اهلا اهلا. في ايه؟ انت مالك مودي كده النهارده؟ انت مالك يا ستي؟ مالك ومالي مودي ولا عبودي؟ انت مالك بيا؟ ازيك يا رشيده؟ لا بس لسه بتقلشي؟ طبعا. ممكن اقعد اقلش معاك شويه؟ اتفضل. ميرسي. ازيك يا عم؟ ازيك يا سيف؟ كنت قلشه بقى وانا هقوم اتحمق وادلع نفسي عشان الفالنتاين. يلا قول. لا قول انت الاول. لا قول انت. لا لا ما يصحش، لازم انت اللي تقولي الاول. الو. ايوه انت فين؟ حلو قوي قوي قوي، خرجتي من اوضتك رحتي الصاله من غير ما تقولي لي. انا اريل، انا هم اريل. بص يا ماما على بلاطه كده، انا ايه مش شاب التوتم اللي انت كنت تعرفيهم. ها بصي انا قفشت. سلام. ها سلام. الحمد لله يا رب، أخيرا مش هجيب هدية فالنتين.